هل يوجد طريقة لدراسة علم النفس الإداري ذاتيا؟ هل تنصحني بحاجة؟ أنا نصيحتي علم النفس السلوكي أو الإداري ده بيستخدم علم النفس في مجال الإدارة، يعني أنت ممكن تدرس عنه كتير وتقرأ عنه كتير، هتلاقي فيه كتب كتيرة جدا جدا خاصة باللغة الإنجليزية، مش هتلاقي كتب باللغة العربية كتيرة أو مش أفضل حاجة، فيفضل الكتب باللغة الإنجليزية. لكن أنا عندي هنا بس بعض التساؤلات، إنه علم نفس الإداري أنت مش هتعرف تشتغل بيه في الشركة، مفيش مثلا شركة بتعين عاوزين حد علم نفس إداري يحلل سلوك الموظفين، لكن ممكن تستغل علم النفس الإداري إنك تشتغل مثلا في مجال الإتش آر، في الحتة بتاعة الإنجيجمنت بتاعة الموظفين، حتة بتاعة يا ترى الموظفين الإمباورمنت أو حتة تمكين الموظفين، يعني ممكن تشتغل في الحتة دي، ممكن تشتغل يا ترى الناس بتاعتهم افكارهم نفسيتهم عامله ازاي في الشغل. فخلي بالك دلوقتي خاصه في المؤسسات الكبيره بقت دلوقتي بتهتم قوي بفكره يا ترى الموظفين عاملين ايه، يا ترى الدنيا معاهم ماشيه ازاي، فهي دي اللي ممكن تستخدمها فيها. لكن بخلاف ده يعني هتاخد حاجات نظريه بحته، تاخد معرفش تاثير علم وما اعرفش يعني جميله وكل حاجه، ولكن في الشغل مش هتلاقي حد يشغلك علشان انت معاك علم نفسي اداري. دي بس لازم تحط في الاعتبار، خد بقى الكلام ده وابرزه في وظيفة من الوظائف اللي ممكن تشتغل فيها، ده اللي ممكن زي الاتش ار زي ما قلت لك، وبالتوفيق إن شاء الله.